لا هو الكورال الحقيقة في كنيسة ماري مرقس له تاريخ عريق. أول كورال حسب الوثائق كانت موجودة في الكنيسة بدأ سنة 41، واشتغل على فترات متقطعة، وبعدين ابتدى بصورة منتظمة في سنة 67 اللي هو الكورال فعلا اللي بعض أفراده موجودين معاك، في مجموعة كبيرة من هذه المجموعة كانت بتردد سنة 67. وسنة 68 حصل حاجة كبيرة في مصر، إن قداسة البابا كيرلس افتتح مع الرئيس عبد الناصر الكاتدرائية، أو حط حجر أساس الكاتدرائية، والمناسبة دي جابوا رفات ماري مرقس من إيطاليا لمصر، راح وقت من الكنيسة جابوا، عملوا احتفالية كبيرة جدا في مصر، وما كانش فيه غير كورال واحد في مصر بس ساعتها، فقالوا الكورال يبقى من ضمن هذه الاحتفاليه، فاتعملت حفله كبيره في قاعه سيد درويش، وكان معانا المايسترو يوسف السيسي. المايسترو يوسف السيسي هو اللي عمل لنا التوزيعه بتاعه الاصوات بتاعه ترتيل الكنيسات القبطيه اللي هنسمعوها النهارده من ضمن الترتيل حتى النهارده. الكورال استمر من 67 لغايه 72، وبعد كده اتغيرت الدنيا وكده، ومن حوالي سنة وشوية الشباب رجعوا تاني وقالوا ايه عايزين نجدد النشاط، وتعاملوا بمجموعة طبعا من الشباب، طبعا الصف الأول ده كله شباب لا دول اللي ورا كمان اللي ورا ما بيصغروش اللي ورا كتير هنسمع منهم بعض الترانيم والأناشيد اللي ليها علاقة بمصر وليها علاقة بالكنيسة، وهم بقى لهم فترة كبيرة بيتمرنوا عليها، وهل في بقى في واحد او اثنين من الموجودين كمان من اللي بيغنوا في الاوبرا بيسندونا حاجات كثيره جدا. نرجو ان الترتيب تعجبكم. الكنيسة هو الاستاذ ماجد والقائد باشمهندس سمير فوزي. اسمح لي يا باشمهندس، يعني فخور جدا ان اقف مع الجيل الجميل ده في كنيسه ابو سرجل، وكونكم بتعرضوا في كنيسه ابو سرجه ده ضافوا تاريخكم، يعني بصراحه سعيد جدا. وعايز اسالكم سؤال بقى، عندكم احفاد في كورالات الكنايس؟ برافو. تواصل الاجيال، لان الولاد لما بيشوفوا الاسره مهتمه بحاجه بيقعدوا هم كمان يتواصلوا. برافو، حاجه جميله جدا، منورنا، سعيد جدا وفخور بكم جدا انكم في وسط كنيستنا. يعني اهلا بيكم، اهلا بيكم. أنا فخور جدا أكون عضو في هذا القرار. حلو يا مهندس.
أستاذة كارمن زكي إنسانة دارزة وكانت فنية عظيمة جدا من زمان، من قبل ما ترجع من أوروبا وتبقى مدرسة في الكونسرفاتوار، وهي اللي أنشأت فكرة الكورال في البداية، وكان عدد الأفراد 5، أنا واحد منهم، وكان في المهندس وسيم واحد منهم، ومجموعة تانية ولكن قليلة جدا جدا، وبسبب المشاكل اللي كانت حاصلة بخصوص الأورغن، عدم وجود الأورغن والأصوات اللي الأورغن بيعملها في الكنيسة، كان في ناس معارضين للفكرة دي خالص. معظم التمارين كانت بتتعمل في البيوت، لحد ما الأستاذ جبران عزوز جه والتحق بهذا الكورال، وهو اللي ابتدى يطور، استلم من مدام كارمن الفكرة وابتدى يطور مسألة الكورال، وبقت حاجة ليها لون تاني غير الألوان اللي هي بيرتلوا في البيت وبس. الموسيقى اللي مسموح لنا اننا نشتغل بيها هي موسيقى المكتوبة من اليمين للشمال. شفتها انت دي؟ موسيقى مكتوبة من اليمين للشمال، مش من الشمال لليمين زي كل الدنيا. لا احنا كانت الموسيقى بتاعتنا من اليمين للشمال، واللغة عربي، وما زالت في منها اثار وموجودة لحد دلوقتي الكتب دي، وهي دي الكتب اللي كنا بنرتل فيها ومنها مع الأستاذ جبران عزوز ومع كارمن زكي. أنا في بداية الستينات فاكر القصة دي، إنه كان في الأعياد يبقى الدور الثاني في الكورال وقت التوزيع بعد قداس العيد ما بينتهي، بيقولوا التوزيع العادي الألحان الشمامسة، بعد شوية ترزين الميلاد أو في عيد القيامة. وفاكر اللي كانت بتتقال في توزيع معينة بتتقال في الوقت ده معروفة بيجيبوها الكورال. فالكاتوليك حولنا كلهم كانوا بيستخدموا البيانو الأورغون في الكنائس، فكانت فكرة مش مقبولة، ما تعودناش عليها. لأن فجأة نبص نلاقي فيه، أنا عايز أقول إن الحد قريب معقول من 20 سنة، بقى مش من 70 سنة، فكرة استخدام الأورج في اجتماع داخل الكنيسة كانت مرفوضة لحد فترة قريبة قوي. يعني يقول لك طب في الاجتماعات، في قاعة اجتماعات اوكي نرتب بالأورج، لكن انا اعمل مثلا اجتماع سيدات، اجتماع شباب في الكنيسة، واستخدم تراتيل على آلة موسيقية، دي برضو كانت مرفوضة لحد اقول ايه من 20-25 سنة، مش هقول 70 سنة. لا ما نستخدمش الأورج جوه الكنيسة. النهاردة اظن كل الكنائس في الحفلات عشيات نهضة العذراء بتلاقيه بيقدموا كورالات للمدارس الاحد قبل العشية، لكن انا بقول لك لحد 25 سنه فاتت، واعرف كتير قوي كانوا بيقول لك طب يعني على الاقل
في مبنى الخدمات، بس جوه الكنيسه ما استخدمش الاورج، ده في اجتماع روحي مش في قداس. فما بالك بقى في قداس من 70 80 سنه، الموضوع صعب قوي. الناس عجبها طريقه الترتيل اللي هي هارموني، التنوع الاصوات وتجانس الاصوات مع بعضيها، عجبهم الطريقه دي. فاحنا لما جبران لقى ان الحاجه دي عجبت الناس، ابتدى الاثنين بيسز خليهم اربعه، الاثنين تينور خليهم اربعه، اثنين التو خليهم اربعه، يعني ابتدينا نكبر شويه بشويه بشويه. وكل ما يكبر كانوا الناس دي مونيتورينج وبيراقبوا الشعب تقبلوا ايه. لقوا الشعب متقبل، بل بالعكس حضرتك، كان الشعب متقبل للاسف بتطور فظيع جدا اكتر من الايام دي. كان في حاجه اسمها ميوزك ابريشيشن، اجتماع بحاله من بابه، اجتماع في القاعة، في قاعة إبراهيم لوح، كان اسمه ميوزك ابريسيشن، عشان الناس تتعلم تقدر وتتذوق الموسيقى. من ضمن العمالقة اللي انشأوا هذا الاجتماع كارمن زكي، حقيقة الحق يتقال. كان بيجي فيه بقى رمز ياسا كان زميلنا من ايام الدراسة والكونسرفاتوار كده، كان بيجي ويقول ويحكي على سيمفونية معينة، يحكي للناس خلفية السيمفونية اتعملت ليه واتعملت ازاي، يعني يحكي عن السيمفونية الباتيتيك بتاع تشايكوفسكي، ويقعد يقول صاحباته اللي كان مصاحبهم تشايكوفسكي كانوا بيأثروا عليه ازاي، وبيأثروا على بيوصلوا لحالة وجدانية انه يألف السيمفونية دي. فكانت بتتعمق في وجدان البشر كلهم في كنيسة ماري مرقص ازاي ان هم يقدروا الموسيقى، وبالتالي الكورال في السكة. يعني حضرتك سألت سؤال الشعب كان بيتقبل؟ اه طبعا الشعب متقبل. هقول السبب ايه، وفي ناس ما كانتش متقبله. يعني فكره الحاج الجديد في الكنيسه دي كانت صعبه قوي، زي ما سامي قال في الاول انه الشكل شكل غربي، فطبعا كان في جزء غير متقبل ورافض فكره الكورال. يمكن خدام مدارس الاحد انه كان بعضهم حاسين الكورال ده هينقلنا، يضيع الفكر اللي اتعودناه، او يعني مش واخدين على حاجه غربيه تدخل. لكن هقول ليه في نسبة من الشعب، قلت ليه الشعب تقبل؟ ما نقدرش ننكر ان نسبة كبيرة من شعب ماري مرقص كان متربي في مصر هنا في مدارس كاثوليك، فكانت ودانهم واخدة على الترنيم بالطريقة دي، فبالنسبة ما كانتش حاجة غريبة. نسبة كبيرة جدا بالذات البنات، يعني احنا مدارس البنات الرهبات اكثر كتير قوي من مدارس الولاد. يعني في بداية السنة كان مثلا مدرستين للولاد رهبان، قدام مثلا 10 مدارس او اكثر للبنات الرهبات. فالودان نفسها كانت واخده على عايز اضيف حته ان نثبت ان الزواج المشترك في مصر الجديده تعتبر اكثر منطقه على مستوى مصر كلها الزواج اللي فيه ايه، يعني واحد وزوجتي متجوزه كاثوليكي كاثوليكيه متجوزه اكثر نسبه، لان كمان كانوا متمركزين هنا في منطقه الكوربه بالذات، المنطقه اللي هنا برضه مدرس معالي الاحتديه فيها جزء، لكن منطقه الكوربه كان فيها نسبه كبيره قوي من الطوائف. فعندنا زواج كتير قوي بيبقى ايه الاثنين مختلفين في العقيده كبدايه من التربيه او النشأه بتاعتهم، فدي سهلت برضو الناس تتقبل حاجه وهم واخدين عليها مش كده. Oh,
كورال ازاي كبر كده؟ هذا الكورال اذا كان وصل عدد زي ما انا قلت 70، اما تعدهم في الصورة 1 2 3 4، تعدهم هم واقفين في الصورة البانوراما الكبيرة، بتلاقيهم 50 55 57، الله ما فين بقية الناس دي كلها؟ كانوا سبورترز يعني البيانيست كان من ضمن السبورترز محمد صالح عبدون مدير الأوبرا، وسونيا ياسا اللي هي عزفت على الأورج في كنيسات القبطية والألحان القبطية، هي اللي عزفت أخت رمزي ياسا، واللي مصور الصور البانوراما الجبارة دي بتاعة قاعة سيد درويش، نادي ياسا الله يرحمه، أبو رمزي ياسا وسونيا ياسا. فالناس دول كلهم كانوا بيعتبروا على قوة الكورال، على قوة. ففعلا ما بقول إن عددهم وصل 70، أنا أعني ما أقول وأقصد فعلا بالأمانة هو ده اللي حصل. وكان من ضمن الموجودين في الكورال فيوليت مقار وكارمن زكي طبعا ونبيل عريان وكل الفطاح الأقباط. كانت أيام جميلة ومجهود جبار وجميل جدا. ولكن العجيب جدا بالرغم من كل الألحان اللي اتقالت، ده في كمية ألحان وترتيل قبطية جبارة جدا، الترتيلة الوحيدة اللي لبدت في دماغ البشر وأعجبوا بيها اللي هي كانت كنيستي القبطية بتوزيع يوسف السيسي. يوسف السيسي إنسان كان طيب جدا وفنان جدا، أنا أذكر لحد اللحظة دي بأمانة المسيح، أذكر زي امبارح أنا داخل الأوبرا وهو طالع من الأوبرا، أنا كنت بغني في الأوبرا أياميها، هو طالع وأنا داخل، يا ميسو تعالى، قال لي ايه بقى يا سمير؟ قلت له تعالى وزع لي الترتيله دي، قال لي طب هات، راح وزعها في دقيقه واحده. كنيسات القبطيه الجباره بالتوزيع الجميل جدا عاملها يوسف السيسي في وقفه على الباب ما خدتش 5 دقائق. الحدث بتاع وصول رفات ماري مرقص ده كان البيك بتاع الماكسيمم كيرف بتاع الكورال ماري مرقص، ابتدى ينزل تدريجي شويه لحد ما انا سافرت فتره 10 سنين بره البلد كده. وطبعا ما بتقعدش الكنيسه فاضيه، ففي جورج لطيف كان تلميذي في الكورال القديم وموجود في كل الريكوردز وكان مسؤول عن كورال الأطفال كورال القديم، ولكن ابتدى هو يمسك الليد بتاع المسائل دي. مش ممكن ماري مرقص بعد المجد الموسيقي اللي فيها ان هي تقعد خلاص ما فيش سمير ما فيش كورال، لا ليه؟ في كورال، سمير مش موجود، في غيره موجود. فهو ده اللي حصل، ده اللي حصل بالظبط. ولكن الكورال بتاع جورج ماشي لحد النهارده وحلوين قوي وجمال واحنا بنحبهم وبنصلي لهم. وحضرتك مش ممكن تبرر لي ازاي بني ادمين مجموعه من البشر يقعدوا 60 سنة محتفظين بولائهم لكورال واحد. مفيش اي مبرر الا ان ايمانهم بالخدمه دي وبنوع الخدمه دي
وامتداد جذورهم الموسيقية العميقة داخل الأرض. ده اللي حصل، إن كانت فعلا سبب وجودنا اللي هو يعني مش المعاندة، المصابرة، المصابرة والكفاح على أننا نستمر. كان في مشاكل كتيرة حضرتك، كان في مشاكل يعني في إدارة الكنيسة معانا، بتعمل مشاكل، بتعمل استشكالات، وليه تعملوا كده وليه ما تعملوش كده، وبيتدخلوا في كل حاجة، وإحنا كنا لسه سننا في الشباب صغيرين، تاخدنا الحمية يعني نغلط، ويعني مشاكل كتير، ما هي دي بتعمل مشاكل. ولكن اللي حصل في النهاية إن بأمانة لازم الإيمان بشيء ما دمت تؤمن بيه بعمق قلبك يفطر. أنت بتؤمن بأن التسبيح هو خدمة، وهو الخدمة الوحيدة فوق في السماء التسبيح، الملائكة بتسبح، وأنت بتؤمن بكده، وإحنا بنؤمن بكده، وبننطلق في التسبيح ابتداء من على الأرض ونكمل في السماء إن شاء الله. هي دي إيماننا، وهي دي اعتقاداتنا.